أول تعليق لوزيرة الصحة السابقة بعد إعفائها بقرار ملكي. في أول رد لها بعد قرار إعفائها من مهامها كوزيرة الصحة وتعيين خالد أي طالب مكانها، قالت نبيلة رميلي إنها اختارت التفرغ لخدمة الدار البيضاء التي تشغل منصب رئيسة لمجلسها الجماعي لها بدلا من الوزارة. أوضحت رميلي أن الجمع بين تسيير مدينة الدار البيضاء بتحدياتها وانتظاراتها وقطاع الصحة وما يعيشه من مشاكل أمر صعب، لأن المهمتين كبيرتان معا. وشددت المتحدثة نفسها وفق مصادرنا على أنها اختارت أمام هذا بكل شجاعة البقاء على رأس مجلس الدار البيضاء والاستقالة من منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.